الكل، اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم احنا بلعبة بيكيكستي، اليوم يا جماعة رح ناخذ الصندوق السري. يا جماعة ما بتلاحظوا انه تحديث هالوين اختفوا هذول الكراسي اللي هون؟ والله يا جماعة. المهم طبعا يا جماعة اليوم رح ناخذ الصندوق السري مكانه، طبعا كثير كثير واضح انه مرة واضح انه موجود. كمان رح نحاول نلعب بايكور وكذا بهذا الفيديو ونتعرف على هالوين اكثر. المهم هاي فكرة الفيديو لليوم، ولا تنسوا انكم تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وسهلا يا جماعة، خلي انه بلش. انا كثير 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 متحمسة، سو يا ليتس جو. طبعا يا جماعة الصندوق كلكم عم تقولوا لي مكانه، حتى انا اوريدي بعرف، لكن انتم كلياتكم عم تقولوا لي وين مكانه. اسراء هو موجود هون يا اسراء. طيب انا ادري انه هو موجود فوق حلبة الرأس، لكن شكرا لكم كلكم هدول اللي قالوا لي مكان وجود الصندوق، لانه لولاكم ما كنت منيح اعرف. هلا يا جماعة اول شيء بتاخذوا معكم الشبطة، طبعا كثير كثير اعتقد سهل انه تاخذوه. يب ويب هذا الشبطة، ايه اوكي بتاخذوا الشبطة، بتاخذوا كمان معه هاي المكنسة، وهذول المكنسات كثير جماعة رخيصين انه ويب هن هدول، فالمكنسات هدول كثير رخيصة، هاي كثير رخيصة رح فرجيكم لما اخلص وين بتنباع. فايب بس كذا وخلص بتاخذوا، لكن هلا بدي اخذ الصورة اول شيء. اوكي ما بدي لاخذ، رح استنى لحد ما يجي الصبح عشان اصوره، او خلينا ناخذ. اوكي يلا عادي. طبعا اول شيء رح فرجيكم وين بتلاقوا مكان هاي، هاي المكنسة كثير كثير رخيصة، لكم هون بتلاقوها، تروحوا هون وليكو ثمنها ب 200 كوينز، طبعا نفس الثمن كان بالسنة الماضية انه 200 كوينز. سو يس كذا وخلص، يعني بس كذا وتشربوا معها مشروب طاقي، تأكدوا انكم شربتوا مشروب طاقي وخلص يا جماعة، بتصعدوا هيك وبتاخذوا بتنزلوا عليه هيك وبتاخذوا. او ماي جاد ياي اخذنا الصندوق السري ياي يا جماعه. اوكي هلا بدي اشتري يا جماعه رقصه جديده، لانه ما كان عندي جواهر، لكن طبعا طلبت من شركه اللعبه انها تعطيني جواهر. اوه في كمان كثير رقصات جديده، واو واو في هاي، يا رب والله رح افلس كمان اليوم. هاي كمان طبعا اوريدي موجوده، اشتريت منها اثنين ترى، هاي كمان عندي اياها، اشتريت منها اثنين يعني. ودا بدي اخلص كل فلوسي على الفاضي. شوفوا ايش هالرقصة، الضحك الضحك الضحك. هاي رقصة طبعا كانت اوريدي موجودة. ترا 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 را را تا 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 تا، خلينا نشوف. هو انا زومبي، هو انا زومبي، هو هاي رقصة تا 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 تا. اوه غيروا الموسيقى، طبعا كانت زي كذا، خلي اقولها تا 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 زي كذا. طبعا هلا حفرجيكم اياها، يب زي كذا كانت. طبعا يا جماعة روحوا اشتروا الرقصة، لأنه لما يا جماعة رح يخلص التحديث رح يروحون، لكن إذا شريتوها رح تضل معكم. خلينا نجرب هالرقصة، نشوف موسيقى كيف تبع. هي هي الموسيقى، هي هي الموسيقى. بيجنن يا جماعة، بيجنن والله والله والله، كثير كثير يا جماعة كيوت. خلينا نشوف هاي، ايش هاي؟
اسمع صار فينا نصير مستأذبين ليك الذئب انه شفتوا انه سيكبا هاي كمان خلي يا جماعة تحول لمستأذبة حسوي يا جماعة شخصية مستأذبة ويت يا جماعة ليكو كيف طلعت سهي اللبسة قولوا لي إذا هيك عم صرت مستأذبة أو إيش صريحة ما بعرف كيف شكل مستأذبة بالضبط لكن anyways ويت كأنه ما حفظت يا جماعة المهم طهلا يا جماعة رح أسوي ستايل مع إني يا جماعة حصلت اليوم على كوينز سوي لأ رح أحاول إني أسوي يعني شخصية تبع هالوين عشان أحفظها وأصير دائما ألبسها بهذا التحديث سوي يب أوكي حط هذا الوش طبعا هذا تبع الأولاد وهي تبع البنات أوكي غلط إني بتلا إني حط يعني لبسة كذا سويت ومتري ونسم من مس أوكي أمزح هلا رح أسوي الشخصية يا جماعة wait guys oh wait هاي طبعاً تبع هاي السنة وهي تبع السنة الماضية طرق تغيير جديد يعني طرق تغيير كتير يح anyways هلا طبعاً حاول إني ألبس لبسة حلوة so أنا لبستي ما بعرف صراحة شو بدي لكن المهم بدي شغلة يعني كيوت وكذا ومدري بس I don't know يعني what to wear okay I think hi هاي اوكي هاي يا جماعة لقيت احذية وملابس هون جديدة كثير مرة حلوة روحوا يا جماعة وشوفون كثير يجنن طبعا ما بدي احط ولا شغلة هون يعني هذا المكان اوكي ما بعرف ليش ما بيضيفوا ابدا كمامات يعني ولا اي تحديث ما بيضيفوا على كمامات اوكي صراحة ما بحب كثير انه احط باج او شغلة بات عشان انه تطلع لبسة متكاملة بدي احط اشي لكن صراحة ولا شي متناسق ولا اشي عم يظهر انه متناسق معه سو رح خلي بس هيك اوكي لازم نشتري هاي احفظها يا جماعة هون زي كذا خلينا نشوف كيف طلعت لبسة واو مرة كيوت طبعا اذا هيك خذوا الرقصات الهالوين كيف رح تزبط معي هاي كيس اسمعوا يضحك اصوات لك هاي اسمع ازمه يرعب خلي يا جماعه قلد هذا اللي بيعمل اسمع لا امه بسم الله الرحمن الرحيم راح صوتي بالله ايش هذول الاصوات من وين يجيبوهم والله لازم اسال ادم يجيبوا راح سطح مش طبعا كلمات عجيبه غريبه او مو this is strange يعني زي كذا يا جماعه كثير كلمات جديده تخيلوا باي ميرلز بريت ما فهمت الكس الكازم هاي عرفتها من اغنيه كان نسيف wait the fun of the magic wolf بس like a kazam زي هي زون هاي كلمه ما عرفت صراحه شو معناتها بات المهم
الناس اللي حاليا راح تلاقوها كثير عم تستخدم هذا وهذا انهم كيوتين وكذا. المهم هيك راح اخلص هالفيديو، ادري مره طولت عليكم يعني بدون سبب كذا. المهم قولوا لي هل انتم اخذتوا الصندوق او لسه، وامتى رح تاخذوه اذا ما اخذتوه. بس بحبكم كثير، قولوا لي شو رايكم باللبسه، وانت شو لبستوا للحلوين. طبعا كمان حابه اوضح مره للمره المليون انه انا ما بحتفل بالحلوين بالحقيقه، عم بحتفل يعني ما بحتفل فيه لا يعني بس باللعبه، حتى انه هذا اللي عم نعمله باللعبه مو احتفال، عم نستمتع بس، عم نشتري رقصات، عم نلعب، عم نصور لكم فيديوهات وكذا. فبس هذا بس توضيح، لانه في كثير ناس بتقول لي يا اسراء حرام الاحتفال بالهالوين واحنا مسلمين وكذا. فيب انا كمان يعني انا ما بحتفل فيه، لانه احنا يا جماعه مسلمين ما عم نحتفل فيه، في ناس يعني بتحتفل فيه ويب يعني عم نحترمهم وكذا، فيعني هن احرار، لكن يا جماعه انا ما بحتفل ابدا ابدا بالهالوين بالحقيقه. هذا بس توضيح. بس بحبكم كثير، وبتمنى منكم انكم تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اي فيديو انا رح نزله بقناتي انتو يوصلكم فورا، وتكونوا من اول مشاهدين تبع الفيديو. وكمان حطوا لي فولو للانستغرام تبعي، عم حط فيه اشي بعيدا كثير عن يوتيوب وبعيدا عن بيكي اكس دي. وبس بحبكم كثير وباي.